يغير ولا أحد يسكن ولا أحد يغار ولا أحد يغار. فماذا ماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ بين العذاب لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم ويرون الجبار يعصى يتكلم متكلم وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم وأنجى الله من أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء فما الذي يمنع بأس الله عنا ليش سامحوني بتكلم بكل صراحة الناس زعلانين على البنت اللي طلعت وش قلة الأدب لا حياء ولا دين جايبين مغني يغني قدام الحريم ومغني معلش البنات يحبونه ياهو ياهو بتطلع البنت بتصفر البنت بتصفق البنت بترقص البنت شيء طبيعي جايبين مغني قدام الحريم سواء قدام الحريم ولا قدام الرجال المجاهرة بالمعصية ياهو والله غير رحيم الله مطلع الله ينظر إلينا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السوء